دائما عندما أصعد إلى القطار وأبدأ العمل أشعر بسعادة غامرة. الساعة 6 صباحا في هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية. مراسم تحية العلم الصباحية في ميدان بادين. النشيد الوطني يعزف أمام قدام المحاربين. الحرب الطويلة التي دارت بين شمال وجنوب فيتنام وما تبعها من توحيد لشطري البلاد متجذران بعمق في ذاكرة الشعب الفيتنامي. في هذا الميدان التاريخي أعلن الزعيم الشيوعي الثوري هو تشي مين استقلال جمهورية فيتنام الديمقراطية عام 1945. الضريح الضخم لهو تشي مين. لم يتحقق ذلك الاستقلال بالكامل حتى تأسيس جمهورية فيتنام الاشتراكية عام 1976 في نهاية حرب فيتنام. بحيرة هوان كيم في قلب العاصمة هانوي، هذه الحاضرة المليونية. بعد مضي قرابة 50 عاماً على نهاية الحرب، أصبح العديد من الناس ينظرون إلى المستقبل بصورة إيجابية. البنية التحتية الخاصة بالنقل، سواء الطرق أو السكك الحديدية، تعاني لمواكبة التطور السريع في البلاد. لذلك يعتبر عمل حارس التقاطع مهنة خطيرة. هذا ما رواه لنا لونغ الذي يعمل حارساً لهذا التقاطع منذ 12 عاماً. تستمر مناوبته 12 ساعة في وظيفة تنطوي على قدر كبير من المسؤولية. عندما تعمل هنا فإن هذا العمل يصبح حياتك. في فيتنام نقول إن عليك حمل مصيرك معك. كنت في 30 من عمري عندما بدأت العمل هنا، وكنت قد عملت قبلها في عدد من الوظائف. العمل هنا هو قدري. العمل في السكك الحديدية هو قدر والدتي لونغ أيضاً. حركة القطارات العابرة من هنا هي التي تحدد إيقاع حياة السكان المحليين في هذه الأماكن الضيقة، ومن بينهم هونغ التي عملت كحارسة تقاطع هنا لأكثر من 3 عقود وتعيش هنا منذ ذلك الحين. فكرت أنه من المفيد أثناء وظيفتي استغلال قطعة الأرض وبناء منزل لنا هنا. لم تعترض شركة السكك الحديدية ولا زلنا نعيش هنا حتى اليوم. يعيش ابني الأكبر هنا أيضا منذ سنوات. عند انتهاء مناوبته يأخذ لونغ طيوره ويمشي 4 أمتار على طول خط سكة الحديد إلى المنزل. حان وقت الغداء مع زوجته وأطفاله ووالدته. في المساء توجد أطعمة أكثر دسامة في البلدة القديمة. المطبخ الفيتنامي متنوع إلى حد كبير، خاصة في شارع تاهين.
يعرف الشارع أيضاً باسم شارع البيرة، ويعد مكاناً مفضلاً لدى محبي الحياة الليلية في هانوي. بحيرة هوانكيم في المساء. هذه المقطوعة الموسيقية تتحدث عن رحلة بالقطار عودة إلى المنزل. محطة القطارات الرئيسية في هانوي غير بعيدة. يوجد شباك التذاكر في قاعة الانتظار الرئيسية. يتميز السفر بالقطار في فيتنام بالسهولة والوضوح. في 10:15 مساء ركبنا قطار سايغون السريع SE رقم 1. Kính thưa quý khách, nhà ga xin mời quý khách có vé tàu SE 1 vào ga lên đoàn tàu. لعبت شبكة السكك الحديدية التي بنيت خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية دوراً بارزاً في تاريخ البلاد، كما حدثنا بان أحد قدام المحاربين ذو 79 عاماً. إنه يستخدم القطار كثيراً، والسكك الحديدية تمثل رمزاً مهماً بالنسبة له، وهو الأمر الذي سيحدثنا عنه خلال الرحلة الطويلة. يغادر قطارنا في موعده تماماً. أمامنا رحلة طويلة من الشمال إلى الجنوب تمتد لـ32 ساعة. تقع فيتنام في جنوب شرق آسيا وتجاور بحر الصين الجنوبي. رحلتنا بالقطار تتبع هذا المسار لمسافة 1700 كيلومتر تقريباً من هانوي إلى مدينة هوتشيمن المعروفة سابقاً بسايغون. لكن أولاً سيمر بنا القطار على معلم سياحي مميز. هذا هو شارع دونغ تاو أو شارع السكة الحديدية، حيث يدير لين واحداً من المقاهي العديدة المطلة على مسار القطار. في الماضي كانت هنا مطاعم، لطالما اعتاد العاملون فيها القفز عبر خط السكة الحديدية لخدمة الزبائن، إلا أنه تم منع هذه الممارسات الخطيرة. هناك قطارات أقل الآن، في السابق كانت تمر كل ساعة تقريباً. جدول القطارات يحدد حياتي وحياة طفلتي، فهي ترى القطارات تمر من هنا منذ 8 سنوات، ولم يعد هناك خطر الآن. كما أصبح السياح بأمان أيضاً، لأن أصحاب المقاهي أصبحوا مسؤولين عن سلامتهم. يشكل هؤلاء السياح الباحثون عن الإثارة مصدر رزق جيداً بالنسبة إلى لين. أقيم الخط الذي يربط الشمال بالجنوب ليشكل العمود الفقري للبلاد، مما جعله يتعرض أثناء الحرب للتدمير بشكل متكرر بحسب سائق قطارنا كوي. بعد توحيد شطري فيتنام بسنة واحدة، أعيد افتتاح المسار بشكله الكلي عام 1976. منذ تحرير جنوب فيتنام وتوحيد شطري البلاد، استؤنفت حركة القطارات من هانوي إلى سايغون وقربت المواطنين في شطري البلاد من بعضهم. مع كل رحلة لقطار الوحدة ننقل الركاب من الشمال إلى الجنوب وبالعكس. قطار يمثل رمزاً وتجسيداً مادياً لوحدة البلاد، قطار المصالحة الوطنية للشعب الذي كان يوماً ما منقسماً لدرجة العداء والحرب.
وهو مشهد يصعب تخيله الآن بعد مضي نحو نصف قرن. يشكل القطار وسيلة نقل مريحة للركاب المسافرين خلال الليل، كما أنه هادئ بما يكفي لنزور بان في مقصورته. التحق عام 1967 بقوات الفييت كونغ التابعة للشيوعيين الفيتناميين وحارب معها في شمال البلاد. تسلمت عائلتي 4 إشعارات بوفاتي. في عام 1968 و1970 و1972 و1974 ليس مرة واحدة بل 4 مرات. يمكنكم أن تتخيلوا حجم المفاجأة لدى عائلتي عندما عدت إلى المنزل. فقد أعلنت وفاتي 4 مرات وعدت رغم ذلك إلى منزلي. أقامت والدة بان مذبحاً لابنها، ظل قائماً في منزلها مدة 8 سنوات حتى عاد بان في عام 1976 إلى أسرته وأزاله بنفسه. منذ ذلك الحين كرس بان حياته للبحث عن رفات رفاقه القدامى. في صباح اليوم التالي زرنا محمية فان لونغ الطبيعية في منطقة نين بين. ورافقنا تايلو نادلر الباحث البيولوجي الألماني الذي جاء إلى فيتنام في بداية 90s وكرس حياته منذ ذلك الوقت لحماية فصائل الرئيسيات النادرة. في عام 1993 أسس أول محمية من نوعها للحياة البرية في منطقة الهند الصينية، والتي شكلت مأواً جديداً للحيوانات التي تم إنقاذها من الصيادين. من أهم الحيوانات التي يركز اهتمامه عليها قردة لانغور ديلاكور، وهي فصيلة مهددة بالانقراض. أحد إنجازاتنا في البداية كانت مثل هدية من السماء، حيث استطعنا مصادرة 2 من هذه الحيوانات وإنقاذهما من التجارة غير الشرعية. وكان لابد من بناء أقفاص لاستيعابها، وكان ذلك بمثابة ميلاد مركز إنقاذ الرئيسيات المهددة بالانقراض، والذي ظلت لو مديراً له لمدة 25 عاماً، وبفضله لا تزال الرئيسيات مثل اللانغور التي ينتمي إليها ديلاكور موجودة. والهدف هو إعادة تلك الحيوانات يوماً ما إلى البرية. رافقنا تايلو إلى موقع جان آن المدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. هنا أطلق الرجل البالغ من العمر 82 عاماً في إحدى الجزر بعض قردة اللانغور ديلاكور. شهدت قردة اللانغور أو ذات السروال الأبيض كما يطلق عليها زيادة في أعدادها لتقارب 200. هدفنا بالطبع هو بناء مجتمع حيوي قادر على البقاء، لكن مشروعاً كهذا يستغرق عدة عقود. فالمجتمع القادر على البقاء يعني 500 إلى 1000 حيوان، ونشأة مجتمع بهذا الحجم تتطلب وقتاً طويلاً. نعود إلى رحلتنا على متن قطار الوحدة. أشرق فجر يوم جديد وحان وقت الإفطار. وجبة الفطور المؤلفة من القهوة وحساء الصباح التقليدي تقدم للمسافرين في مقاعدهم. خلال حرب فيتنام تم تدمير نحو 80% من خط السكك الحديدية ذي الأهمية الاستراتيجية، ومن بين 1300 جسر تم قصف 1000 جسر.
لكن الخسارة في أرواح الجنود كانت أسوأ بكثير. كنا نعلم أنه سيكون هناك العديد من الضحايا وأن الكثير منا سيموتون، لذا قمنا بحفر قبور لأنفسنا. كنا قبل كل معركة نجتمع معا ونقطع وعدا على أنفسنا بأن يقوم الناجون بعد التحرير بإعادة جثث الرجال القتلى إلى أمهاتهم. في عام 1978 بعد الحرب، قام بان شخصياً باستخراج رفات 34 من رفاقه، وسلم شهادات الوفاة لعائلاتهم بنفسه، وكانت هذه أول رحلة له بالقطار. كان القتال شرساً للغاية في المنطقة المحيطة بكوانغ تشي على خط العرض 17، حيث كان يمر الخط الحدودي بين فيتنام الشمالية والجنوبية بعد زوال الاستعمار الفرنسي عام 1954. شهدت المنطقة فيما بعد بعض أكثر المعارك دموية في حرب فيتنام، والتي تم إنشاء النصب التذكارية على كلا الجانبين تخليداً لذكرى ضحاياها، كهذا النصب فيما كان يعرف حينها بفيتنام الشمالية. يورينا بان جسر هين لونغ الذي كان يشكل حتى عام 1975 جزءاً من الحدود بين الشمال والجنوب المدعوم أمريكياً. النصب التذكاري يذكر بانفصال العائلات. أما الجسر فكما شرح لنا بان فهو نسخة طبق الأصل عن الجسر الأصلي الذي تم تدميره في غارة جوية أمريكية عام 1972. بالنسبة له لم تعد الحدود موجودة، فباعتباره فيتناميا شماليا تزوج من امرأة فيتنامية جنوبية ويعيش الآن في الجنوب، ولا يزال يبحث عن رفات الجنود الذين سقطوا سواء كانوا من الشمال أو الجنوب. لا أعبر هذا الجسر اليوم كجندي، بل أفكر في إعادة إعمار البلاد وعلاج الجراح التي تسببت بها الحرب. تنقل بان بين شمال فيتنام وجنوبها أكثر من 40 مرة على متن قطار الوحدة. تستمر رحلتنا نحو الجنوب مروراً بالمزارع والحقول التي تملأ الأفق، وبعد أن قطعنا 700 كيلومتر وصلنا إلى هوي. كانت هوي عاصمة فيتنام خلال حقبة الإمبراطورية في الفترة ما بين 1802 و1945، ولا تزال القلعة مجمع قصر الإمبراطور شاهدة على ذلك حتى اليوم. عاش هنا أباطرة سلالة نوان الفيتنامية، وكانت احتفالات البلاط مهمة جدا بالنسبة لهم. حصلنا على إذن بالدخول إلى غرفة تبديل الملابس لفرقة الباليه الملكية في هوي. تعود أصول موسيقى البلاط إلى القرن 13، لكنها لم تصل إلى ذروتها إلا في عهد سلالة نوان، وكان الهدف من الموسيقى إظهار قوة الإمبراطور. من بين الرقصات التي تعرض بشكل متكرر رقصة لو كونغ هوا دانغ. تعود جذور رقصة لو كونغ هوا دانغ إلى التقاليد البوذية، وترتكز على عادة الصلاة 6 مرات، فيما تترافق كل صلاة مع قربان رمزي لبوذا، كالبخور أو الشموع أو الزهور أو الشاي أو الفاكهة أو الطعام والفوانيس. تطورت الرقصة لاحقاً، وغالباً ما كانت تؤدى في عيد ميلاد والدة الإمبراطور. في هذه الأوركسترا تلعب الطبول دوراً أساسياً.
كانت موسيقى البلاط تعد تعبيراً عن تقديس الأباطرة والآلهة. تؤدى مثل هذه الرقصات حالياً في المهرجانات أيضاً. في عام 2003 أدرجت منظمة اليونسكو موسيقى البلاط الفيتنامية في قائمة التراث العالمي غير المادي. تقع هوي على ضفاف نهر هون تشان. وبجوار هذا النهر يقع سوق دونغ با. لقد افتتح هذا السوق عام 1899 ويضم الكثير من الأكشاك التي تدير معظمها نساء وتبيع كافة أنواع السلع طازجة وحية. يجذب السوق 7000 زائر يومياً. يستقل العديد منهم الدراجات البخارية. حان وقت عودتنا إلى محطة القطارات، والتي تضم هنا أيضاً غرفة انتظار مريحة. تفتح أبواب الرصيف قبل الانطلاق بقليل، والتذاكر بالطبع رقمية. اقترب موعد الغداء. هوي يدعنا نصوره أثناء عمله. يعمل في هذه المهنة على متن قطار الوحدة منذ 10 سنوات، وهوايته هي السفر. يشعر هوي بالرضا عن وظيفته. العمل ليس شديد الصعوبة. أطهو لما يتراوح بين 100 إلى 120 شخصاً يومياً. وأتقاضى من وظيفتي ما يكفيني لإعالة أسرتي. تقدم الوجبات الطازجة التي تم تحضيرها على متن القطار للمسافرين. قطار الوحدة له أهمية رمزية أيضاً بالنسبة للمفتش تونغ الذي نراه هنا يقدم الطعام. أعمل في شركة السكك الحديدية منذ 17 عاماً. العمل على متن قطار الوحدة ممتع حقاً، لأنني أحظى بفرصة للقاء الناس وزيارة الكثير من الأماكن المختلفة. العمل هنا متعة حقيقية مقارنة بالوظائف الأخرى. المعلم التالي في رحلتنا هو بحيرة دام كاو هاي في وسط فيتنام. تمتد البحيرة لنحو 70 كيلومتراً وتعد أكبر بحيرة للماء العذب في جنوب شرق آسيا. معظم الناس في فيتنام لا يلتزمون بعقيدة معينة، بل يميلون لاتباع دين واحد أو عدة أديان شعبية.
ستقام اليوم مراسم الانتهاء من بناء هذا المعبد، مع قرب انتهاء الأعمال الإنشائية فيه. يدير أحد الرهبان مراسم الاحتفال. سيضم الطابق الأرضي مقهى، بينما لا يزال العمل في الطوابق العليا جارياً. تقضي الأعراف الفيتنامية بالاحتفال بإنشاء أي مبنى جديد. نقوم بالصلاة من أجل أجدادنا، ثم تقام المراسم الدينية لجلب الحظ الجيد للمالك وإبعاد الشرور وحمايته من البطالة. إنها عادة فيتنامية قديمة. يتضمن الاحتفال أيضاً توزيع الأموال. وبعد ذلك تحرق تلك الأموال في النار كقربان لمن أصبحوا في الآخرة. الآن سيبدأ الجزء الأروع من رحلتنا على متن قطار الوحدة. هنا بمحاذاة بحر الصين الجنوبي يمر القطار أسفل داو هاي فن أو ممر السحاب. من يريد الاستمتاع بهذا الجزء من المسار بشكل كامل ورؤيته نهاراً، عليه الانطلاق من هانوي في الليل. العديد من المسافرين يختارون ركوب القطار بسبب المناظر الخلابة فقط. التنقل بالقطار آمن وأرخص من السيارة، إضافة إلى أنني أردت رؤية ممر السحاب. تشكل جبال أناميتي نوعاً من الحدود المناخية بين شمال فيتنام وجنوبها. كما تعد نقطة جذب سياحية وجنة لراكبي الدراجات النارية. ممر السحاب يبلغ ارتفاعه 500 متر تقريبا فوق سطح البحر. بعد كيلومترات قليلة من الممر وصلنا إلى محطتنا التالية. دانانغ محطة طرفية، لذا يجب ربط القاطرة بالطرف الآخر من القطار. ها
هذا يمنحنا فرصة قصيرة لإلقاء نظرة على المدينة الساحلية التي يقطنها نحو مليون شخص. دانانغ تشتهر بشواطئها. على مقربة من هنا هبطت طلائع القوات الأمريكية خلال حرب فيتنام. تطورت دانانغ لاحقاً لتصبح واحدة من أكبر مدن فيتنام الجنوبية. على بعد كيلومترات قليلة إلى الجنوب زرنا هوي آن. هذه البلدة القديمة كانت الوحيدة التي لم تدمر خلال حرب فيتنام، ووضعت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. قبل أن يتابع قطارنا رحلته لدينا موعد هنا. على ضفاف نهر توبون يحاول ليو جذب الأسماك من خلال ضرب مجداف بجدار قاربه. لقد عاش هنا طيلة حياته وأتقن فن التجديف البهلواني على القارب الدائري الصغير. كنت في 9 من عمري عندما تعلمت السباحة، ومنذ ذلك الحين أعمل في الماء. لم أمارس أي عمل آخر مطلقاً. أبحر وحدي في هذا القارب الدائري، وأنجح كل يوم في اصطياد 4 كيلوغرامات من الأسماك. لكن هذا اليوم لم يكن الصياد ذو 62 عاماً محظوظاً. ربما سيكون الغد أفضل. عدنا بعد ذلك إلى المحطة في دانانغ. بعد الظهر انطلق قطار الوحدة مجدداً. بسبب قيام الفرنسيين ببناء السكك الضيقة، يطلق على القطار اسم TGV نسبة إلى القطار السريع الشهير في فرنسا. ما يقرب من ربع الجسور على طول المسار وعددها 1300 بحاجة إلى تجديد. في فيتنام يحل الليل مبكراً وسريعاً. نستعد الآن لليلتنا الثانية على متن القطار. في الماضي كان المسافرون يستطيعون سلوك طريق جانبي يخرج من الخط الرئيسي نحو دالات. في عام 1938 بنى الفرنسيون هذه المحطة الصغيرة الجميلة على ارتفاع نحو 1500 متر على طراز الفن الزخرفي. خلال حرب فيتنام تعرض خط السكة الحديدية لهجوم الفييت كونغ، ثم توقف المسار عام 1968. أصبحت الخدمة السياحية تقدم لاحقاً في جزء قصير يضم هذا القطار البخاري. خلف المحطة القديمة التقينا توك الذي عمل سائقاً خلال حرب فيتنام، ثم التحق في أوائل 90ات القرن الماضي بالخدمة في السكك الحديدية المسننة، واستمر في العمل حتى توقفت تلك الخدمة. كنت آخر سائق قطار بخاري في شركة السكك الحديدية القديمة. شعرت بالحزن حقاً عندما توقفت عن العمل عام 2016، فقد كان القطار مكان عملي، ولدي الكثير من الذكريات السعيدة فيه.
أشعر كما لو أنه صديقي القديم وأشتاق له حقاً. كان المناخ المعتدل أحد الأسباب التي جعلت الفرنسيين يقيمون بلدة دالات ويبنون فيها عدداً من الفنادق إلى جانب البنايات الأخرى. في عام 1932 وصل خط السكة الحديدية إلى دالات التي كانت تلقب عند نشأتها بباريس الصغيرة في فيتنام. يعيش في المدينة اليوم أكثر من 200,000 نسمة. ذهبنا بعد ذلك في رحلة من نوع مختلف مع نادي إيزي رايدرز للدراجات النارية. منذ ربع قرن يجوب أعضاء النادي الطرق معاً في المنطقة المحيطة بدالات. تتضمن جولاتهم رحلات اليوم الواحد وأخرى متعددة الأيام. لكن النادي لم يؤسس في الأصل من أجل متعة ركوب الدراجات، بل كان بدافع الضرورة عندما قام الأعضاء بتحويل هواياتهم إلى مهنة، كما يخبرنا هونغ ذو 73 عاماً. بعد توحيد البلاد واجه كبار السن مشكلة في العثور على وظائف. بدأنا نأخذ الزوار الأجانب في جولات لرؤية المنطقة. لم يكن الجميع يجيد الإنجليزية حينها، لكن الكثير من أعضاء النادي كانوا يتحدثونها، فالعديد منهم كانوا معلمين أو أساتذة جامعات أو ضباطاً في الجيش. نادي دراجات نارية للمثقفين. بعد جولة قصيرة أرونا معلماً محلياً شهيراً. تشتهر المنطقة المحيطة بدالات بشلالاتها، فقمنا بزيارة أحدها في نامبان والمسمى بشلال الفيل. يقال إنه سمي نسبة إلى صخرة على شكل فيل، لكننا لم نستطع العثور عليها. يبلغ ارتفاع الشلال 30 متراً ويعد واحداً من الشلالات الأكثر زيارة في المنطقة. عدنا إلى قطار الوحدة لقطع آخر مرحلة من رحلتنا في ساعات الصباح الباكر. تفصلنا كيلومترات قليلة عن مدينة هوتشي من، وهذا هو الصباح الثاني لنا على متن القطار. هاي ذات 71 عاماً تذكر الأيام التي لم يكن فيها ركوب قطار من الشمال إلى الجنوب أمراً ممكناً. من الرائع رؤية بلادنا موحدة. عندما أستقل هذا القطار الآن لا ألاحظ أي اختلافات بين الشمال والجنوب، لذا أحب ركوب هذا القطار. الساعة 6:30 صباحاً في محطة مدينة هوتشي من. بعد رحلة طولها 1700 كيلومتر وصل قطار الوحدة متأخراً 20 دقيقة عن موعده. إضافة إلى كونه رمزاً لوحدة البلاد، فلقد قرب هذا القطار الناس من شطري البلاد اللذين كانا متحاربين، وساهم بشكل بسيط في مصالحة الفيتناميين الشماليين والجنوبيين معاً. لا تزال اللوحة التي تحمل اسم سايغون معلقة في المحطة، فلم يعتد الناس على الاسم الجديد هوتشي من. كما يشكل مكتب البريد المركزي بقاعته ذات السقف المقوس إرثاً آخر للحقبة الاستعمارية الفرنسية. في وسط القاعة ترتفع صورة هوتشي من الذي تم تغيير اسم سايغون بعد عام 1976 نسبة له عقب هزيمة فيتنام الجنوبية. وسط الضجيج والزحام في أكبر مدن فيتنام التي يعيش فيها 9 ملايين شخص، يسعى الناس للحصول على بعض الراحة من أعبائهم اليومية من خلال زيارة الباغودا. سمح لنا بمرافقته أثناء زيارتها معبد باتين هاو. تبدأ زيارتها بإشعال البخور.
بعد الصلاة تقوم المرأة ذات 47 عاماً بشراء ورقة تدون عليها اسمها وأمنياتها. ثم تسلم الورقة التي يتم تعليقها على حلية حلزونية الشكل واثقة من أن دعائها سيستجاب. كل هذا جزء من مراسم لا تقتصر فيها الأدعية على التمتع بموفور الصحة فقط. كل أفراد عائلتي يتمتعون بصحة جيدة حتى الآن، لكنني أذهب إلى الباغودا للصلاة من أجل حياة هادئة والنجاح في عملي. لدي أعمال إضافية إلى جانب وظيفتي، وأتمنى أن تنجح جميعها، كما أريد أن ينجح أبنائي في دراستهم. أدعو لأن يسير كل شيء على ما يرام. بعد المراسم تشتري هين بعض الطيور المغردة التي ستطلق سراحها لاحقاً. وهذا طقس آخر مرتبط بزيارة الباغودا. إطلاق سراح الطيور بمثابة قربان بنية استحضار الأفكار الإيجابية، كما يعتقد أن تحرير الحيوانات يولد كارما إيجابية. وبهذا التقليد الجميل نختتم رحلتنا عبر فيتنام.